منذ اللحظة الأولى التي حطت فيها طائرة الرئيس الإيراني محمد خاتمي على أرض مطار جدة الدولي وما لاقيه من استقبال لافت، بدأ واضحاً أن القيادة السعودية حريصة على تأكيد إرادتها السياسية في تعزيز العلاقات مع إيران. وما سمعه خاتمي كأول رئيس إيراني يزور السعودية منذ الثورة من الملك فهد بن عبد العزيز عزز هذه القناعة، خصوصاً عندما شدد العاهل السعودي على أن طهران والرياض تتخذان قراراتهما بكل حرية، في إشارة واضحة إلى أن السعودية لن تكترث كثيراً بما يتردد من قلق أو حتى ضغوط أمريكية على دول عربية وخليجية لمنع تقارب جدي مع الجمهورية الإسلامية. ولا شك أن السعودية هي في دائرة الاهتمام الأولى لما يمكن أن يكون لعلاقاتها مع إيران من تأثير إيجابي خليجيا وعربيا. أنا أعتقد أنه مجالات التنسيق بين البلدين أصبحت أكثر، وهذا ما سيعود بالفائدة على القضايا نفسها التي تعالج وعلى العلاقات بين البلدين. وأكد وزير الخارجية الإيراني بدوره أن العلاقات بين طهران والرياض تجاوزت مرحلة جص النبض أو تأكيد حسن النوايا، وبلغت مرحلة التنسيق الفعلي على أكثر من صعيد. نجاح التنسيق ظهر في اجتماع، في عدة اجتماعات، أولا الاجتماع الثنائي اللي عقد في الرياض، وثانيا الاجتماعات اللي تمت مع الأخوان في مجلس التعاون، وثالثا في اجتماع في هولندا، ورابعا ظهر جلي التعاون بين إيران والمملكة في الاجتماع الأخير في أوبك. أما على الصعيد السياسي والاستراتيجي، فمن الواضح أن الطرف الإيراني حرص على تأكيد ما يوليه من أولوية لملف الأمن والاستقرار في الخليج. وشدد خاتمي في لقاءاته مع المسؤولين السعوديين على أن توجه بلاده حيال السعودية هو توجه استراتيجي، وأكد أن التعاون بين البلدين في هذا المجال كفيل بتوفير الأمن والهدوء في الخليج والمنطقة. ولوحظ خلو خطاب الرئيس الإيراني مما بات مألوفا من انتقاد لوجود قوات أجنبية وأمريكية في الخليج، وفي ذلك إشارة بينة إلى الرغبة في إبلاغ الرسالة مع تفادي أي إحراج، وهو ما يبدو مشتركا بين الجانبين، إذ أكدت المصادر الإيرانية للجزيرة أن المسؤولين السعوديين لم يتطرقوا إلى الخلاف الإيراني الإماراتي على الجزر في الخليج، ولم يبحثوا ما تردد من وجود رغبة إقليمية ودولية في تغيير الأوضاع في العراق. وأكدت المصادر أن الجانبين الإيراني والسعودي متفقان على رفض أي خيار لتجزئة العراق، ولا يعتقدان أن واشنطن جادة بالفعل في تغيير النظام ببغداد. خاتمي من سوريا للسعودية مباشرة، عنوان لسياسة خارجية إيرانية تريد أن تقول التالي: طهران متمسكة بعلاقاتها المتميزة مع دمشق، وحريصة في الوقت نفسه على علاقات خليجية بالمستوى ذاته من التقدم. وإن كانت الملفات المطروحة، فالأكيد أن زيارة الرئيس الإيراني للسعودية تعتبر تاريخية بكل المقاييس. غسان بن جدو، موفد الجزيرة، قصر الحمراء، جدة.